مشاهدينا المحترمين، سلام الله عليكم، اهلا بكم الى حلقه جديده من استوديو الجزائر تاتيكم على الهواء مباشره طبعا من الحجر المنزلي. طبعا اليوم نحاول ان نبحث في تطورات الكورونا في الجزائر، المنحنيات التي تقدمها لنا الارقام، اعداد الاصابات طبعا التي شهدت انخفاضا في الايام الاخيره، وايضا اليوم شهدنا انخفاضا في عدد الوفيات. طبعا قبل يوم كان حوالي 20 حاله وفاه، اليوم حوالي 13 حاله وفاه فقط. طبعا نبقى ونقارن هذه الارقام حتى نرى وحتى نستشرف منحنيات تطورات الكورونا في الجزائر. طبعا امس كان تصريح من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص تطورات الكورونا بإعلانه بأنه في نهاية شهر أبريل الجاري سوف نبدأ في رؤية الاستقرار في الكورونا في الجزائر، وسوف نرى بداية النور في نهاية النفق. طبعا اليوم سنتحدث حول الكورونا في الجزائر، حوالي 5 أسابيع من إعلان أولى الإصابات هنا، التطورات اليوم حوالي 2070 إصابة في الحالة العامة حول هذا الفيروس، وأيضا الحالات المرتفعة التي حوالي 691 حالة شفاء في بالكورونا. طبعا أرقام كبيرة في أعداد الشفاء، يعني من شفوا وغادروا المستشفيات باستعمال كلوروكين طبعا الذي أكد نجاعته من خلال هذه الأرقام على الأقل. سنتحدث حول أيضا الفتوى التي أصدرتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بخصوص الكورونا بإعلان أنه من يخفي حالة إصابته بالكورونا، من ربما يتماطل في إعلام غيره وإعلام الجهات الصحية بإصابته، ومن يعلم بأنه شخص آخر يعرفه مصاب بالكورونا أنه هذا الأمر يعتبر إثما، ومن يقترف هذا يعتبر آثما. طبعا سنحاول أن نفصل في هذه الفتوى من خلال متحدث باسم لجنة الفتوى في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وأيضا سنتحدث مشاهدينا حول التجارب العالمية حول الكورونا. طبعا كثير من الدول أو معظم دول العالم تقوم وهي تخوض حاليا معارك ضد الكورونا في مواجهة الكورونا خصوصا في أوروبا. هذه المرة سوف نتحدث عن التجربة السويسرية، هناك سيأتينا أحد المسيرين لقاعات العمليات الذي يشرف على أعداد كبيرة من المرضى المصابين بالكورونا هناك. سوف نطرح الأسئلة، لماذا أوروبا بهذه الإمكانيات الكبيرة وبهذه الصورة التي كنا نعرفها جميعا خصوصا في بلد ثري، في بلد مترف مثل سويسرا، لكن الحالات الكورونا كبيرة جدا من حيث الإصابات وأيضا من حيث الوفيات. طبعا كورونا في الجزائر، المسار والمخطط هو أولى مواضيعنا لهذه السهرة. طبعا يلتحق معنا الدكتور محمد يوسفي وهو رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك بولاية البليدة. طبعا البليدة تعتبر هي الولاية التي فيها أكبر عدد من الإصابات بهذا الوباء، وطبعا بدأت الكورونا من ولاية البليدة. دكتور يوسفي مساء الخير. مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا، إن شاء الله هارك بألف خير دكتور يوسفي، أنت كنت من بين الأوائل الذين خاضوا المواجهة ضد هذا الفيروس في الجزائر. الحمد لله، احنا منذ أول مارس وما زال مجندين لحد الآن في مستشفى بوفاريك بعد أكثر من 45 يوم من بداية الوباء، واللي راه متواصل دائما في المستشفى وبعدد كبير من الإصابات اللي موجودة في المستشفى. 45 يوم مثل ما تفضل دكتور يوسفي، أين وصلنا نحن هنا في الجزائر في معركتنا ضد الكورونا دكتور؟ أخ علي، هو بالنسبة حاليا الوباء احنا ما زلنا في كما يقولوا في حالة منحة تصاعدي. الأخصائيين عندنا يقولوا باللي المفروض نلحقوا الذروة بعد 6 أسابيع من الحالة الأولى، 6 أسابيع اللي تجي مع غدا يوم 15 أبريل. لحد الآن في نظري ما زال ما لحقناش للذروة هذه، لذلك لازم الإنسان يأخذ الاحتياط نتاعه ويبقى في الحذر. ما نساوش باللي كاين بلدان قبلنا خاصة في أوروبا اللي كان الحسابات هذه والذروة جات بعد أسبوعين أو 3، نشوف كما في فرنسا كما في إسبانيا في إيطاليا. إذا لحد الآن احنا رانا كما نقولوا في تأهب بالنسبة لاستقبال هذه المرضى.
هو صح كما تقدمت انت قبل، استعمال الدواء هذا كلوروكين اعطانا كما يقولوا وسائل وباش نحاولوا هذاك الوقت نكافحوا ضد هذا الوباء هذا، وعدنا عدد كبير من المرضى اللي احنا بدينا كما بدينا التطبيق نتاع الدواء هذا من التعليم الوزاري منذ 23 مارس، ولحد الان تقريبا نصف نتاع المرضى اللي خرجوا عندنا من العدد الاجمالي خرجوا الحمد لله الاغلبيه الساحقه خرجوا بالشفاء وتمثلوا الشفاء، وقلت لك مازال حاليا تقريبا رانا اكثر من 90 مريض اللي موجوده ما بين الحالات المؤكده والحالات المشبوهه فيها. المشبوهه اسمها اي اللي يكون فيها عندها اعراض وعندها كما يقولوا الاشعه اللي سمت توحي بالكورونا، ونديروا لها التحاليل نبعثوها لها المحبسون نبقاو في الانتظار تاعها. نعم دكتور يوسفي، أنت قلت أننا ذروة الكورونا أو الإصابة بالكورونا تأتي بداية من الأسبوع السادس، لكن عمليا أو من خلال النتائج التي تنشر يوميا من طرف اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء كورونا هنا في الجزائر، الأرقام تنقص من حيث الإصابات بناء على العينة اليومية، وأيضا الوفيات اليوم شهدنا انخفاض محسوس في عدد الوفيات، كيف تقرأ هذا؟ الأخ علي، انا ما ندوش بلي تنقص، لا شفت الارقام، كانت ارقام نقصت ومن بعد عاود طلعت، اليوم 80 قبل كانت 60، اذا رانا في هذه المرحله اللي نقولوا استقرار في 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 العدد. بالنسبه للوفيات ما ننسوش بلي الوفيات وزاره الصحه كانت على وفيات في تاع الجمله تاع اسبوع تاع مش تاع اليوم الواحد، اذا رانا في هذه المرحله هذه نتاع المنحه كما قلت لك، بالك ممكن الاوج هذا اللي رانا نلحقوا، ولكن هذا يطلب تاكيد لحد الان. ما نساوش باللي كان قبل ايام مشكل، والحمد لله هذه الايامات ما كانش المشكل هذا بالنسبه لكيت هذوك نتاع التحاليل هذوك اللي ادي باش كل المستشفيات تدير هذوك التحاليل، خاطر كي ما نديروش التحاليل هذوك باش الامور تكون واضحه، كاين عده مرضى اللي في بعض المستشفيات اللي خضعوا للدواء لكن بدون التحليل هذاك، بدون تحليل اي لسبب كان ناقص هذوك كما يقولوا ليكيت هذوك كانوا ناقصين، اذا ما نكونش عندنا نظره حقيقيه سيدر بالنسبه للعدد. وكي يكون هذا الاستقرار بالنسبه كما قلت لك في ليكيت هذو اللي جاونا هذه الايامات، هذاك الوقت راح تكون يكون عندنا فكره كما يقولوا حقيقيه بالنسبه، وان شاء الله الفكره هذه وهذه النظره تكون عندنا هذه الايامات ابتداء من هذه اليومين ثلاث ايام هذو، ونشوفوا الايام المقبله ان شاء الله اذا كان بقينا في عدد يعني هذا مستقر ولا نقص، نقدر نقولوا رانا في الذروة. حتى نفهم ربما الفرق بين الأيام الماضية والأيام المقبلة التي تقول فيها أنها ستكون حاسمة في معرفة أعداد الحقيقية، لأنه أعداد التحاليل الكورونا سوف تزيد. شحال كانت الجزائر تقوم به من تحليل يوميا بصورة تقريبية طبعا، وكيف هو الرقم حاليا بعد أن جاءتنا يعني هذه الوسائل مؤخرا؟ هي الأخ علي في الأول كانت عندنا، ما ننساوش بلي كانت عندنا الحالات قليلة منذ شهر أو أكثر من 20 يوم، كانت الحالات والحالات خاصة الحالات اللي بدون أعراض، وتدريجيا ولات الحالات بالأعراض اللي عندها الأعراض هي للأغلبية. هذاك الوقت كان ما حد باس يدي حتى نقولوا 60 حتى 100 تحليل يوميا، وما كانش كما يقولوا مراكز أخرى اللي تدير تحاليل، وهذاك الوقت ما كانش داعي كما يقولوا، كنا كما يقولوا الارقام كما يقولوا تعبر على الحقيقه، خاطر ما كانش العدد كبير، ولكن ابتداء اللي بدا زاد العدد في الولايات ولات كما يقولوا الحاجه الى
الى الليكيت هذو نتاع هذاك الوقت كان شويه كان عندنا مشكل في التموين بالنسبه للليكيت هذو اللي حليناها الايام الاخيره هذه. والان القدره نتاع معهد باسر وعلى حسب التصريح نتاع المدير العام نتاعو السماء زادت كانت عده فرق من نهار لو كانت فرق بل كان فريق واحد دوك كان عده فرق اللي السماء خصصت بالنسبه للتحاليل وحتى العدد نتاع التحاليل دوك قادرين نديروا 300 حتى اكثر من 300 تحليل يوميا. اذا دوك قادرين كما يقولوا بالليكيت هذو وبالقدره نتاع معهد باسر ونتاع المخابر اخرى قادرين رايحين نكشفوا حتى 300 الى 400 حاله. هنا رايحين يكون عندنا الفكره الحقيقيه هاليامات نتاع الوضعيه بالنسبه كما يقولوا كما يقولوا في كل الولايات. وهذاك الوقت عندنا القدره عندنا ليكيت وعندنا القدره باش نديروا التحاليل هذيك. اذا كما يقولوا العدد اللي راح نعلوه يكون عدد الحقيقي. نعم نعم. ربما دكتور يوسفي قضية الكلوروكين أنت ربما كنت من أول الأشخاص الذين تحدثوا معي حول هذا البروتوكول طبعا حتى قبل اعتماده من طرف وزارة الصحة والسكان. قلت لي في إحدى المقابلات أن هذا الدواء المخصص للملاريا قد يكون ناجعا بصورة كبيرة في مواجهة الكورونا. أنت كرئيس مصلحة الأمراض المعدية ومصلحة ربما فيها عدد كبير من الحالات وبداية الحالات كانت عندك، كيف رأيت تطور حالات هذه هؤلاء المصابون باستعمال هذا البروتوكول؟ شكرا أخي. هنا نذكر باللي فعلا منذ تقريب شهر كي كنت ضيف عندكم في الفلاطو هذاك الوقت كنا في حاله نتاع وحتى التعليم الوزاريه كانت الاغلبيه تاع الحالات ما عندهاش اعراض وكنا كما ما كناش كما يقولوا ما كانش داعي الى اخضاع المرضى تاعنا للدواء وكنا نشوفوا واش راه يصير في العالم. وكانت المنشورات نتاع الصينيه وبدايه نتاع فرنسا مع الاستاذ راؤول وفي الولايات المتحده مع السي دي سي اللي بدات تطبق هذاك البروتوكول نتاع الكلوروكين وكانت يكون كان فيه اصداء كما يقولوا ايجابيه بالنسبه لهذا البروتوكول. وبعدها كي بدات الحالات تزيد عندنا وبدات الحالات كما يقول لي عندها اعراض بدات تزيد في وكنا مجموعه تاع الخبراء اجتمعنا عده مرات وفي 23 مارس كانت الحاجه باش نديروا البروتوكول هذاك. وذاك الوقت درنا البروتوكول واعتمدنا دواء الكلوروكين هذا بالنسبه للمرضى اللي كان خاصه اللي عندهم اعراض متوسطه الى اعراض كما يقولوا خطيره. والحمد لله قلت لك الفرق موش غير في مستشفى فارك احنا بلا كنا سباقين ولكن في عده مصالح في ولايه البوليده وفي ولايه الجزائر اللي اعتمدت هذا البروتوكول. و التقييم الاولي خاطر مازال ما عندناش تقييم حاليا شامل. التقييم الاولي هو انه كاين نعم. فيه نتائج مرضيه. وحنا بالنسبه لبوفاريك بالك المصالح القليله اللي احنا نقدروا نديروا التقييم هذا كما يقولوا بصفه علميه انه لانه رانا نديروا التحاليل قبل ما نبداو الكلوروكين ونديروا التحاليل في نهايه الدواء باش ناكدوا باللي هذاك المريض الحق للشفاء. وهذا الشيء رانا درناه عندنا اكثر من تقريبا 80 مريض اللي اكدنا فيه المرض قبل واكدنا فيه الشفاء من بعد. نعم دكتور يوسفي في قضيه الكلوروكين انا سمعت الكثير من النظريات حول طريقه استعماله. طبعا هناك اصرار من طرف الجميع على انه ينبغي ان يكون استعمال تحت اشراف اطباء مختصين وايضا في المستشفيات وفي المؤسسات الصحيه هذا مفروغ منه. لكن في قضيه المرحله التي ينبغي فيها او التي يكون فيها الكلوروكين فعالا هو قبل ان تتضاعف الاعراض يعني قبل ان يدخل الانسان الى مرحله الانعاش يعني في بداية الشكوك حوله يتم علاجه بالكلوروكين هل هذا دقيق؟ صح. هو البحوث وكل المنشورات اللي صارت في الصين وفي فرنسا وفي الولايات المتحدة أثبتت أن النجاعة نتاع الدواء تكون في الأيام الأولى
في الايام الاولى من المرض، خاصه الخمس ايام الاولى من المرض. يعني هذيك ثم كي نعطيوه للمريض هذاك راح تكون النجاعه هذيك. قد ما يتقدم الانسان في المرض قد ما تكون نجاعه تكون ناقصه، وخاصه في الحالات الخطيره اللي تروح الانعاش، هذاك الوقت هو العلاج الخاص بالانعاش هو الاول، وذاك الدواء الكلوروكين ما عندوش فعاليه كبيره عن مريض اللي يلحق الانعاش. وحنا والهدف نتاعنا كي نديروا الدواء هذا، الهدف هو ان يكون فيه تشخيص اولا مبكر في الايام الاولى، وباش هذاك الوقت راح نعطيه كل الفرص بالنسبه للمريض للشفاء، وباش ما يلحقش الحالات الخطيره وما يلحقش الانعاش. نعم دكتور يوسفي، اليوم منظمة الصحة العالمية تقول أنها تستبعد التوصل إلى لقاح ضد الكورونا قبل 12 شهرا، أي قبل سنة لا نحلم بهذا اللقاح. ما المفروض، ما الذي ينبغي فعله في هذه الفترة؟ سنة فترة طويلة. ألو نسمعك دكتور. لا. تسمعني دكتور يوسفي؟ انا اسمعك. عاود لي السؤال. قلت المنظمه العالميه للصحه. نعاود لك سؤال. قلت لك منظمه الصحه العالميه اليوم في احدث بياناتها قالت انها تستبعد التوصل الى لقاح ضد كورونا قبل 12 شهرا. قلت لك انه 12 شهرا اي سنه فتره طويله جدا، وش لازم نديروا في هذه 12 شهرا كاجراءات احترازيه؟ هي الاخ علي الفتره مش طويله، هي اي لقاح الفتره وباش يكون ما بين التجارب الاولى وباش يكون واجد، هذه بصفه عامه 18 شهر. وكي المنظمه العالميه للصحه اخذت بعين الاعتبار باللي التجارب الاولى بدات تقريبا في الصين وفي روسيا وفي الولايات المتحده تقريبا في شهر جونفي. اذا راهي هذه الفتره تاع 15 شهر او 16 شهر، هذا اقل شيء. هذا كل انسان كان على علم هذا الشيء، وكل الاختصاصيين على بالهم باللي اللقاح موش غدوه، اللقاح لازم على الاقل حتى 2021. واش قلنا من الاول ان القضيه قضيه الوقايه، قضيه في الحجر الصحي اللي تكلمنا عليه عده مرات. هذا هو السبيل الوحيد اللي راه مطبق، وشفناه في الصين، شفناه في سنغافوره، شفناه في كوريا الجنوبيه، شفناه في البلدان الاوروبيه، وشفنا كما يقولوا الاستهزاء اللي كان في الولايات المتحده وفي بريطانيا. شوف الثمن، شوف حاليا فعلا. بالنسبه للولايات المتحده اللي ما خدتش بعين الاعتبار هذه القضيه نتاع بجد، القضيه نتاع الحجر الصحي،